جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول: اذا كنت في سفر وبقي على البلد الذي اريد الذهاب اليه مسافه قليله، فهل اصلي الظهر والعصر قصرا وجمع جمع تقديم، علما بانه لم يحن وقت العصر، وممكن ان اصل العصر ان اصلي العصر حاضرا في البلد الذي اريد الوصول اليه، هل يجوز هذا الامر او لا؟ جزاكم الله خيرا. يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين، جمع تقديم وجمع تأخير. فإذا كان قادما إلى بلد ويعلم أنه أو يغلب على ظنه أنه سيصل إليه في وقت الثانية، فالأولى أن يصلي الصلاة الحاضرة في الطريق في وقتها، ويؤخر الصلاة المستقبلة ويصليها في البلد إذا وصل. هذا هو الأفضل. وإن جمع بينهما جمع تقديم فهذا جائز له أيضا، لأنه لا يدري ما يعرض له، ربما يتعطل في الطريق، ربما يعرض له وإن كان قريبا من البلد، فيكون في جمعه بين الصلاتين تيسير عليه. نعم.